للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الاستاذ حسين السبعاوي. استاذ حسين، بدايه مرحبا بك. لو بدانا مع السؤال الاكثر الحاحا، لماذا تصر اربيل على تحويل قضاء سنجار الى محافظه وضمه الى كردستان العراق؟ يعني اولا هو قضاء كردستان هو يتبع اداريا لمحافظه نينوى من الناحيه الاداريه، لا يتبع محافظه اربيل. ولكن علينا ان ندرك انه بعد 2003 وكتابه الدستور الجديد للعراق وجعل تحويل العراق من الدوله الموحده الى الدوله الفدراليه يسمح بتشكيل الاقاليم، رغم هذه الحاله الدستوريه الا انه لا يحق لاي جهه ان تقتطع جزء من محافظه وتنسبها اليها، هذه حاله غير دستوريه حتى لو كان الدستور العراقي يقبل بالفدراليه، هذا واحد. ثانيا، عندما المحافظات السنيه طالبت بتطبيق الدستور وطالبت بالفدرالية، ما الذي حصل؟ يعني في عهد رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي يعني قامت القيامة ورفضوا واعتبروا هذا تقسيما للعراق وهذا وإلى آخره. نحن اليوم أمام ازدواجية في التعامل سواء مع الدستور أم مع طبيعة مع المكون السني. المكون السني هو الخاسر الأكبر ضمن العملية السياسية من 2003 إلى حد هذه اللحظة، هو الخاسر الأكبر. هناك من يريد أن يتقاسم هذا المكون ويجعله كانتون ضمن العراق الفدرالي. نحن أمام حالات شاذة وحالات غريبة، لا دستورية هي لمن يمسك الأرض، هي لصاحب النفوذ والقوة وليس لصاحب الحق. نعم. فهي قضية معقدة جدا، والخاسر الأكبر يبقى هو المكون السني أمام هذه الصراعات والخلافات. نعم. والصفقات السياسية بين المكون الكردي والمكون الشيعي. مجلس محافظة نينوى يقول إن 85% من سكان قضاء سنجار لا يزالون نازحين لأسباب عديدة. إلى أي مدى ترى أنها محاولة ربما لإحداث تغيير ديموغرافي ممنهج ينفذ على نار هادئة؟ بالتاكيد هو التغيير الديموغرافي قام، ولكن انا اتكلم ايضا اضافه للتغيير الديموغرافي نتكلم عن الازدواجيه في التعامل. اليوم انت من تقتطع هذا القضاء و 85% من سكانه هم مهجرين، يعني هذه حاله غير عرفيه وليست دستوريه، حتى عرفا ما مقبوله، اخلاقيا ما مقبوله انه انت تقتطع قضاء من محافظه هي ليست محافظتك وتشكل منها اقليما او محافظتك، هذه حاله غير مقبوله. ولكن الحالات الاستثنائيه او حالات الفوضويه بالاحرى وليس استثنائيه في العراق اصبحت هي السائده، للقوي، لمن يمتلك ميليشيات، لمن يمتلك القوه هو الذي يقتطع الارض ويضمها الى، اضافه للصفقات السياسيه ما بين المكون الكردي والشيعي في قضيه كركوك تدخل ضمن هذه الصفقات. انا اعتقد هذه يعني هذا التصرف وهذا السلوك هو يزيد العراق فرقه وتقسيما، ويزيد العراق فوضى اضافه للفوضى القائمه اللي موجوده الان. كيف تنظر إلى موقف حكومة بغداد الحالية من هذه المطالبات والخطط التي تسعى إلى سلخ سنجار عن محيطها؟ ولهذا السبب نقول أنه موقف حكومة بغداد موقف خجول، على خلاف موقفها عندما المحافظة بكاملة تطالب بالفدرالية. هناك انتفضت بغداد وحركت الميليشيات ومدارس المحافظات، هربت جميعهم والمحافظين وبدأوا يجتمعون خارج المحافظة واعتقل الكثير وهكذا. هناك ازدواجية في حين الآن هو موقفها بارد، غير يعني الرفض غير واضح وغير معلن رسميا. يعني لماذا الآن بغداد المركزية أن يكون لها موقف واضح في ضوء هذا الموقف الضبابي؟ في يعني لماذا الآن تزداد حدة المطالبات بتحويل المحافظات إلى أقاليم؟ يعني ألا ترى أنها تصاعدت في الأيام القليلة الماضية؟ يا سيدي، هذا نتيجة الضعف الموجود في الحكومة وضعف إدارة الدولة، هذا لا ينكر. ولكن ماذا لو طالبت ديالة أو طالبت الموصل بإنشاء أقليم؟ هل ستتعامل الحكومة كما تتعامل موجودة الآن؟ فأكيد لك الجواب لا. أنا ليش أتأكد على الازدواجية في التعامل والازدواجية في تطبيق الدستور؟ اليوم هناك ازدواجية كاملة جدا، أما أنه موضوع إنشاء الأقاليم، هذا الموضوع لا يعني المكونات الأصيلة، اليوم خلينا نسميها بالاسم، اليوم المكون السني إذا طلب بالإقليم سيدحشن وسيشيطن وتقوم عليه القيامة ولن يسمح له. وجميع هذه الخلافات أين تكون؟ بين المكونات الأخرى على أراضي العرب السنة. يعني هنا الضعف وهنا طيب. الازدواجية في التعامل وهنا الجر الناس إلى الفوضى. بعد ما خلصت الناس من داعش وتدمير المدن وإلى آخره سندخل في فوضى أخرى نحن بغنى عنها.
نعم، ثمة من يرى أن المطالبات الكردية بضم سنجار ما هي إلا ورقة مناورة للفت الأنظار عن أزمة كركوك، إلى أي مدى ذلك صحيح؟ طيب أخي، إحنا أليست هناك المادة 140 المناطق المتنازع عليها استفتى سكان المنطقة ومن ثم يقرر مصيرها بالتبعية؟ لماذا نتجاوز المادة والجميع كان يطالب بها؟ لماذا نتجاوز هذه المادة؟ لا يا أم، أنا أؤكد وأقول أن هناك ازدواجية في التعامل، هناك استغلال الضعف السني بعد تدمير مدنهم وتدمير مناطقهم وشيطنتهم، هناك ضعف واستغلال هذا الضعف لاقتطاع سواء أراضيهم في منطقة الرمادي على حدود كربلاء، هناك محاولة لقطع النخيل في محافظة نينوى وقطع سنجار، في محافظة كركوك، في محافظة ديالى، وهكذا تجد كل هذه الصراعات وكل هذه الانتهازية موجودة على الأراضي السنية، لا يوجد على الأراضي المكون الآخر نسمي الأشياء بمسمياتها. نشكرك شكرا جزيلا من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي.